ماذا تعني حاسة البصر؟ تعني القدرة على رؤية الجمال، خصوصاً في وجوه البشر، وأنا أعتصر ألماً لفقدان تلك النعمة. بدأت أعاني التنكس البقعي قبل نحو 8 سنوات، مما أفقدني الرؤية المركزية، فمثلاً أنظر الآن إلى الكاميرا التي أمامي، لكنني فعلياً لا أستطيع رؤية العدسة على الإطلاق، ولا أستطيع التعرف على الوجوه، ولا قراءة النصوص المطبوعة بعد الآن. مع ذلك أشعر بالامتنان لأنني لن أفقد البصر تماماً بسبب هذا المرض، لكنه بالتأكيد يؤثر في أداء مهام حياتي اليومية. تعتبر روزماري واحدة من نحو 8 ملايين أمريكي فقدوا أبصارهم جزئياً أو كلياً. الضرر في شبكيتها دائم، لذا لا علاج بيولوجياً لاستعادة رؤيتها المتدهورة. في السنوات الماضية، أتاحت لنا التكنولوجيا الحيوية التغلب على بعض الإعاقات عبر إدماج البشر مع الآلات، لكن يظل إصلاح الرؤية حيوياً يشكل معضلة، إذ لم ينجح أحد في فك العلاقة المعقدة بين العين والدماغ، على الأقل حتى الآن. قبل نحو 11 عاماً كنت أعمل على إحدى المعضلات، وفجأة أدركت أنه بفضل المعلومات المتاحة لدي يمكنني فعلياً صنع جهاز قد يعيد بصر المكفوفين، ومنذ خطرت لي الفكرة أصبحت مهووسة بها، فأنا دؤوبة على العمل عليها منذ ذلك الحين. عمل أشخاص كثر على تطوير الأطراف الاصطناعية لمساعدة المكفوفين لأكثر من 20 عاماً على الأرجح، وكان التركيز في الغالب على زرع أقطاب كهربائية في شبكيات المريض، بحيث يرى المريض بقعة ضوء حيثما كان القطب. أثارت عملية الزراعة الأولى في عين مريض إعجاب كثيرين، إذ استطاعت تحفيز شبكية الضرير ليتمكن بالتالي من رؤية شيء ما. مع ذلك لم تكن فعالة تماماً، لكن لم يثر ذلك قلق الأطباء آنذاك، لأنهم افترضوا أنه بمجرد زيادة الأقطاب الكهربائية ستتحسن النتائج وسيسير كل شيء على ما يرام، لكن لم يكن ذلك صحيحاً حقاً، إذ كانت العملية تفتقر إلى عامل آخر هو معالجة الإشارات، أو بالأحرى الشفرة التي تستخدمها الشبكية للتواصل مع الدماغ، إذ إنه بمجرد وصول المعلومات إلى أعيننا تمر عبر خلايا استقبال الضوء، ثم تنتقل من خلال تلك الشبكات المعقدة إلى الخلايا الشبكية العقدية لترسل بعد ذلك الإشارات إلى الدماغ. هنا يأتي السؤال المفصلي: ما الشفرة التي يستخدمها الدماغ لمنحنا الإحساس برؤية شيء ما؟ هذا ما كنت أعمل عليه كعالمة علوم أساسية. إذا استأصلنا شبكية أحد الحيوانات وأوصلناها بأقطاب كهربائية وعرضنا عليها مجموعة صور ثم دوننا النتائج، يمكننا بالتالي معرفة ماهية العلاقة بين العالم الخارجي والشفرة التي يرغب الدماغ في استقبالها. بالفعل أجرينا هذه الخطوات ونجحنا في فك الشفرة. هذه هي حاسة البصر، إنها الشفرة التي تستخدمها العين للتواصل مع الدماغ. إذا رأيت صورة هذا الطفل، يعني ذلك أن دماغك استقبل هذا الشكل من الإشارات الكهربائية. نعلم منذ عقود بوجود هذه الشفرة، لكن الدكتورة نورنبرغ أول من نجح في حلها. أدركت أن هذا الاكتشاف ليس مفيداً فحسب كخطوة أولى نحو فهم كيفية عمل الدماغ، بل له تطبيقات محتملة كثيرة، إذ يمكن استخدامه لصناعة جهاز لاستعادة بصر المكفوفين. هذا نموذج مختبري بسيط لجهازنا مزود بكاميرا تلتقط الصور وبجهاز فك الشفرة الذي يرسل الإشارات إلى هذه الورقة، وتكون تلك الإشارات على شكل شفرة عصبية. فإذا وضعت يدي هنا، فسيستقبل الدماغ هذا الشكل من الإشارات، وسيعرف أن شخصاً ما يحرك يده على هذا النحو مثلاً. إذن ينقسم تطبيق ذلك على المرضى في العالم الحقيقي إلى قسمين. القسم الأول هو جهاز يمكن ارتداؤه مثل النظارات، من شأنه أن يلتقط الصور ويرسل الشفرة على شكل نبضات ضوئية ليتفاعل مع مادة حقناها في العين، وهي جين يسمى شانل رودوبسن التي تحفز الخلية على إنتاج نبض إلكتروني عند تسليط الضوء عليها. لذا يمكنك تخيل أنه بمجرد توليد نبض إلكتروني
على شكل شفرة عصبية فسترسل الصور إلى الدماغ. تبدين رائعة كالعادة. سررت بلقائك. إنه المكان الذي تمضين فيه معظم وقتك، أليس كذلك؟ بلى صحيح. دعيني أريك شكل النظارات. كما تعلمين، هذا هو الجزء الخارجي، أما الأجزاء الأخرى فتكون جميعها داخلية مع بدء التجربة السريرية التي قد تستمر فرضاً من 8 أشهر إلى سنة. يمكننا إدماج جميع العناصر في نظارات أنيقة تتماشى مع الموضة. الأناقة مهمة، أليس كذلك؟ بلى، خصوصاً عندما تتمكنين من رؤية نفسك، سيزداد اهتمامك بمظهرك. هل يمكنك رؤية هذا؟ لا، ليس تماماً. حسن، إنها ومضات ضوئية خضراء، أيمكنك رؤيتها؟ نعم، يمكنني رؤيتها الآن. تتمثل خطوة نورنبرغ التالية في إجراء تجارب على البشر لتثبت أن تقنيتها يمكن أن تعيد البصر فعلياً. يحقن مرضى مثل روزماري بالجين الحساس للضوء، ثم تعرض عليهم صور على شكل شفرة عصبية. السيناريو الأفضل المرجو من هذه التجربة هو تمكين المصاب من رؤية الوجوه، بما يعزز تواصله وتفاعله مع الآخرين. لكن وإن لم تنجح الفكرة في تجربتها الأولى، فتكفيني حقيقة أن لدي الشفرة اللازمة التي يمكن نقلها إلى الجيل التالي ليواصلوا المسيرة من بعدي. رغم أنني لا أجرؤ على التعلق بأمل وجود علاج لهذا المرض، فإنني أعتقد أن استعادتي للرؤية بوضوح كما كنت سابقاً ستكون بمنزلة معجزة.